السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حمدي من قناة إيجيبت كارز. النهاردة أتيحت لي تجربة العربية الجيلي ماجرانت اكس 7، هي اسمها هنا جيلي أطلس بالصين. أنا هنا بالحلبة اختبرت العربية وجربتها، جربت التسارع والثبات على الطريق. ممكن اسمع صوت الموتور. العربية بصراحة مميزة جدا من جوه، التكييف كان كويس جدا، الشاشات ديجيتال كماليات طبعا مش هتكلم عنها، العربية فيها كل حاجة. المميز فيها بقى الكراسي الجلد دي، ده جلد مختلف شوية عن أنواع الكراسي الجلد اللي جربتها في عربيات تانية. خامته عالية جدا، تقريبا الجودة دي ما شفتهاش غير في عربيات البي ام دبليو والمرسيدس العالية. العربية من جوه شكلها مميز جدا، كونسول مرتفع، الأزرار كلها تقريبا جنب الفتيس بالكونسول. التابلو ما فيش بس فيه غير الشاشة، شاشة تاتش، وفي أزرار الوصول السريع، ودي أنا شايفها مهمة جدا. طبعا كل حاجة هنا بالصيني، أنا العربية طبعا لسه في الصين. الجودة بصراحة أبهرتني، جودة الصناعة اختلفت كتير قوي عن اللي كان موجود قبل كده. بالنسبة للأداء بقى، العربية دي 1800 سي سي تيربو، جربتها على الحلبة، جربت التسارع، جربت الفرامل، التسارع كان كويس جدا. العربية تربو، ما حسيتش ان في لاج في التربو. العربية كمان قوة الفرامل كانت كويسة قوي قوي، ودي حاجة برضو كانت جديدة عليا بالنسبة لعربية صين. يعني طبعا كماليات كلها موجودة، العربية واسعة جدا من جوه بالمناسبة، الكراسي كبيرة، العربية من بره كبيرة، الجنوط كبيرة. عربية شكلها من بره يعني تقول دي هيونداي توسان او كيا سبورتاج، هي ممكن اكبر منهم كمان، بس من جوه العربية مميزة. طبعا شكل الديزاين هنا مختلف تماما عن اللي انا متعود عليه، اوكر شكلها مختلف. وكمان طبعا هنا المفروض بيستخدموا الخشب، بس هنا استخدموا معدن مختلف تماما. طبعا ده مفتاح العربية. طبعا مش هينفع اصور لكم تجربة القيادة، انا طبعا مش هينفع اصور وانا بجرب العربية، بس الفيديو ده بعد التجربة على طول. ورأيي بأمانة العربية مميزة جدا 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 من حيث الأداء. الموتور طبعا أتمنى إن الموتور ده هو اللي ينزل في مصر، لأن الموتور كان كويس جدا، 1800 سي سي والتربو. التكييف أنا مشغل تكييف دلوقتي، التكييف تلاجة، وبالمناسبة أنا جربت العربية والتكييف كان على أقصى درجة، فالتكييف ما أثرش خالص على أداء العربية. أنا مش عايز أطول أكتر من كده، طبعا في عربيات كتيرة المفروض هجربها هنا. وطبعا انا ملاحظ ان الصين بشكل عام، الشركات الصينية بشكل عام بتحاول ان هي تقرب من السوق العربي ومن السوق المصري تحديدا. في ناس كتيرة هنا بتجرب العربيات، طبعا دي حلبة معروفة جدا في الصين. انا هحاول برضو اصور لكم الحلبة من بره في فيديو تاني، بس الفرصة كانت قصادنا ان احنا نتكلم عن العربيات، نشوف ظروف التسويق بتاعتها، مواصفاتها، العربية ناقصها ايه علشان تنفع للأسواق بتاعتنا. طبعا هم اهتموا هنا بكل حاجة تقريبا، حتى هنا الكرسي بتحكم كهربائي من الجنب، طبعا دي حاجة جديدة. اوتو هولت، في طبعا باركنج هنا، اوتو هولت بارك، ده عشان لو انت واقف بالعربية في اشارة ولا حاجة. بارك هنا الكترونيك،
بالمناسبة العربية فيها الكاميرات 360، أنا شايفه منافس قوي جدا في الفئة دي. وطبعا أنا كلمتهم بخصوص المواصفات، قلت لهم يا ريت العربية تنزل بالمواصفات اللي هي موجودة دلوقتي، زي ما انتوا شايفين كلمة إيرباك موجودة في كل حتة، وفي الجزء ده الرادارات الأمامية، السيفتي هنا عالية جدا، فأتمنى تنزل بالمواصفات دي عندنا، ما يقللوش من المواصفات زي ما الشركات التانية بتعمل. العربية ممتازة، وأتمنى ليها نجاح كبير في السوق المصري والسوق العربي تحديدا. العربية تستاهل بصراحة. دي طبعا كانت نبذة مختصرة عن العربية، وأرجو إن هي تكون مفيدة ليكم. شكرا.